خطرة جدا دول. واضح هنا، شوف هم على طول اول ما يلمحوا بس يعني قوس ال 18 على طول بيسدد دولي كره خطيره، واحده من الكرات بقى الشوط الثاني اللي بتهدد مرمى الزمالك. الزمالك وصل عن طريق رمزي، كره ثابته لكن في الحائط، وادي امامنا استلم جمالك. الملعب ولا هو ده اللي احنا كنا محتاجينه، ان احنا نحرز هدف في بدايه الشوط الثاني، والحمد لله. استني بياخد ريسكو، بيشوط كره قويه جدا على شمال الحارس، وبيبين لك قيمه اللعيب الكبير. استني لعيب كبير، عشان كده نادي الزمالك كان حريص ان هو يتعاقد معاه. يا رب يا رب الهدف ده يفتح المباراه. استني امامنا يسجل، استني هو يمشي امامنا، هو شوف عدى عدى وسدد جول حضراتكم. حارس المرمى الثالث وين سدد لاند، حارس المرمى رقم ثلاثة. وقلنا فين مين اللي بيجرب، مين اللي اداله اختبار. اخيرا امامنا التسديد بقى على طريقة ستانلي اللي سجل في مرمى الوداد، يسجل هدف ان شاء الله يكون فتحة الخير. الهدف ده المفروض يجرأنا، لازم رتمنا يبقى اسرع، لازم نستغل ان احنا احرزنا هدف.